السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي، وصفتنا لهذا اليوم تصلح للفطور وكذلك للعشاء. وجبة رائعة جدا، سهلة في مكوناتها. نحتاج فقط إلى رأس قرنبيط أو زهرة بيضاء بهذا الحجم، يكون بوزن 300 غرام تقريبا. نغسله جيدا ثم نبدأ بإزالة القسم العلوي منه بهذه الطريقة. يتم حفره بكل الاتجاهات بحافة السكين حتى نتمكن من الوصول إلى نهايته. وبعد أن نتخلص من القسم العلوي نبدأ بإزالة باقي الأوراق. تكون إزالتها سهلة جدا، ما نحتاج له هو الزهرة فقط. يجب الانتباه لإزالة جميع الأوراق، لأن هناك بعض الأوراق باللون الأبيض تكون محيطة بالزهرة. الآن تخلصنا من كل الأوراق تماما، أصبحت جاهزة لدينا حتى نبدأ بتجهيز الوصفة. نبدأ بتقطيع الزهرة إلى أجزاء صغيرة بهذا الشكل حتى ننتهي تماما منها. يتبقى منها فقط الجزء الصلب في المنتصف. نكمل إزالة الزهرات الصغيرة بهذا الشكل، وبعدها نبدأ بتجزئتها باليد لنحصل على قطع صغيرة من الزهرة تكون بهذا الحجم تقريبا. نأخذ زهرات القرنبيط ونضعها في طبق ثم نتركها جانبا. وفي هذه الأثناء نأخذ وعاء ونضع فيه ماء ساخن، ثم نضيف له ملعقة من الملح. نخلطها قليلا ونتركه حتى يبدأ بالغليان، ثم نضيف له زهرات القرنبيط ونتركه على النار حتى يغلي. نقلبه بين فترة وأخرى حتى ينضج كليا، وبعد ذلك نختبر نضجه. لاحظوا كيف يصبح شكله. نبدأ بتصفيته ونضعه في طبق. زهرات القرنبيط الثلجية رائعة الشكل. نتركه جانبا حتى يبرد قليلا، وبعد ذلك نستمر بتجهيز الوصفة. نجهز 3 بيضات متوسطة الحجم ونضعها في وعاء ونخلطها جيدا. وبعد أن تمتزج تماما نقوم بإضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الكمون. الكمون ضروري. نخلط المكونات جيدا، وبعد ذلك نجهز مقلاة نضع فيها مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة ونقوم بإذابتها جيدا. وبعد أن تذوب الزبدة نضع عليها حبة بصل أخضر مقطعة ناعم جدا. نبدأ بتقليبها جيدا على النار مع الزبدة حتى يشقر لونها. يمكنكم إضافة أي نوع بصل متوفر لديكم. وبعدها نقوم بإضافة زهرات القرنبيط ونحركها قليلا. بعدها نبدأ بتحريكها وتقليبها جيدا في المقلاة على أن لا تحترق، ثم نقوم بإضافة ملعقة أخرى من الزبدة ونستمر بتقليبها معها. نخفض درجة الحرارة تحت المقلاة حتى لا يحترق القرنبيط. لاحظوا كيف أصبح شكله. نستمر بتقليبه هكذا حتى يكون جاهز لدينا. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض. يجب أن يغطي مزيج البيض كل حبات القرنبيط بهذا الشكل. بعدها نستمر بتحريكه من الأطراف ثم نقلبه جيدا حتى تتغطى كل الحبات بالبيض. نستمر بتقليبه هكذا حتى ينشف البيض. بعدها نقوم بإضافة القليل من الزبدة ونستمر بتقليب المكونات مع بعضها. هذا كافي. الزبدة تعطي طعم رائع جدا وشهي مع البيض والقرنبيط، وهي أفضل من الزيت النباتي. الآن أصبحت وجبتنا الرئيسية جاهزة. توضع في طبق التقديم وننثر عليها القليل من البصل الأخضر، وإذا لم يتوفر يمكنكم وضع القليل من البقدونس المقطع ناعم. تنفع في وجبة الفطور وكذلك كوجبة عشاء أساسية. رائعة جدا وطعمها شهي وصحية، وهي خفيفة جدا على المعدة.
هناك الكثير من الأشخاص ممن لا يرغبون بأكل القرنبيط أو الزهرة، لكن هذه الوصفة رائعة جدا وشهية وصحية، تناولوها بالعافية. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو. أترككم في حفظ الله.